ورجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين معاكم، والفقرة التانية هيكون معانا على الهاتف الدكتور أحمد علام خبير العلاقات الأسرية. هنتكلم عن إن احنا إزاي نستغل وقت فراغنا خصوصا في الأزمة اللي احنا فيها، أزمة كورونا إن شاء الله هتعدي على خير. طبعا بقى قدامنا وقت طويل جدا، خصوصا الحظر التجول وكمان الحجر المنزلي، بقى عندنا فراغ وعندنا وقت كبير، ازاي نستغله، ازاي نعيد ترتيب اولوياتنا، الاهم في الاهم، ازاي نستغل الوقت كويس في حياتنا، وكمان نعلم اولادنا ان هم ازاي يستغلوا وقتهم بحاجه تفيدهم وحاجه تديهم موهبه، وازاي كمان ان انا اكتشف ابني في الفتره دي ان هو يكون عنده مواهب. وانا طبعا مش عارفه، ملخومه في حاجات كتير، لكن أزمة كورونا قدرت إزاي إن هي تغير نمط حياتنا اليومية، وإن قدرت إزاي تخلي لينا كده تفكير تاني سوري على نمط حياتنا كله. فأهم حاجة، أهم حاجة إن إحنا لازم ناخد بالنا كويس جدا من الوقت، ده شيء مهم جدا، وإزاي إن أنت تستغله. طبعا في ناس كتيرة بيجي لها قلق، بيجي لها توتر، بيجي لها زهق في الفترة دي، لأن ما بتبقاش عارفة إن هي تستغل الوقت إزاي. ده اللي هنعرفه النهاردة مع الدكتور أحمد علام خبير العلاقات الأسرية. اهلا بحضرتك يا دكتور احمد، وازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا استاذه سيرين، واهلا بكل مشاهدين برنامج حضرتك، ويعني كلهم يعني بيوحشوني، بحب التقي بيهم على طول ان شاء الله. وحضرتك والله يا دكتور احمد، والنهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، ازاي ان احنا نقدر نستغل الوقت خصوصا في ازمه فيروس كورونا، نعيد ترتيبنا ازاي يا دكتور احمد في الحياه كمان، لان نمط حياتنا اليوميه دلوقتي اتغير. والله هو انا عايز اقول ان احنا يعني نعتبر في ناس كثيره معتبره الموضوع اللي احنا فيه ده حاجه سيئه وحاجه صعبه جدا، وهو طبعا من ناحيه المرض ومن ناحيه الوفيات والمخاطر بتاعته هو فعلا يعني ليه اضرار كبيره جدا، ولكن من الناحيه الاسريه انا شايف ان هو وجودنا مع بعض في البيت لفترات كنا بنطالب ان احنا نبقى موجودين فيها قبل كده، لان احنا طبعا في حظر كده كده اجباري من الساعه 8، وطبعا في بعض برضه بعض الاعمال خففت شويه من الموظفين ان هم يبقوا موجودين، طبعا الدراسه والخروج والفسح الحاجات دي كلها تعتبر شبه ملغيه طبعا في الوقت الحالي الا الحاجات الضروريه كده. فبالتالي احنا كنا من زمان جدا يا استاذه شيرين بنطالب نقول يعني الزوج من الزوجه تقول الزوج ما بيقعدش معايا خالص، والاب والام يقولوا الاولاد ما بيقعدوش معانا طول النهار مع اصحابهم، وكان حاجات زي كده دايما بنطالب بتواجد وتعاون وان احنا نبقى موجودين مع بعض. النهارده جات لنا تعتبر فرصه في الوقت الحالي ان احنا لازم نبقى موجودين مع بعض، فبالتالي هي فرصه ان الاسره يجتمع شملها من جديد ونقدر نعيد ترتيب بقى ايه حياتنا بالطريقه اللي احنا كنا بنطالب بيها قبل كده. ما هي مشكلة يعني احنا دلوقتي اتحطينا في مكانة لازم ان احنا نتأقلم عليها ونتعايش، ويا ريت مش في أزمة كورونا بس بعد ما تعدي، لا يا ريت النظام ده كمان يكون بعد الأزمة دي ان شاء الله. ناخد بالنا من الوقت، ناخد بالنا من الرياضة، ناخد بالنا من التغذية السليمة. ازاي اعود اولادي يا دكتور احمد عن هم ازاي يستغلوا الوقت ما يضيعهوش؟ انا هقول لحضرتك الاول على مقوله جميله، او على يعني نقدر نقول قانون المفروض ان احنا نمشي بيه، احنا دايما نطمح للافضل، ولكن اذا لم يحصل فاحنا نحاول نطلع الافضل من الوضع اللي احنا فيه حتى لو هو بالنسبه لنا ما كانش هو الافضل. يعني لازم نبص للجانب الايجابي دايما. انما ما بقاش دوت موجود في الوقت الحالي خلاص، يبقى انا اقعدش بقى ابقى ناقم وزعلان ومتضايق، لا اطلع الجوانب الايجابيه من الموضوع ده. احنا ممكن طبعا انا عايز اقول ان احنا عندنا امور معينه كده انا هقولها في شكل نقاط سريعه ممكن نستخدمها للاسره مع بعض. انا عايز الاسره تبقى فعلا يعني هي وحده واحده في الفتره دي، بمعنى ان الاب والام يمارسوا انشطه مع الاولاد ويمارسوا انشطه مع بعضهم، انشطه زي ايه يا استاذ شيرين؟ انشطه زي مثلا انشطه رياضيه، احنا طبعا ما فيش جيمات وما فيش نوادي رياضيه. فايه المانع ان احنا نمارس الرياضه في البيت على نطاق ضيق، مش انا مش هطالب البيوت تكون واسعه قوي ولا حاجه، انما البيوت العاديه بتاعتنا. ف
في كتير قوي على الانترنت. حضرتك اللي هيدخل على هيلاقي فيديوهات على اليوتيوب لممارسه الرياضه المنزليه، ونقدر نمارسها مع بعض يعني كفريق مع بعض، نقدر ان احنا نعمله في البيت، وتبقى على فكره حاجه لطيفه وحاجه محببه للاطفال، ومحببه ان هي بتساعد على التقارب بيننا وبين بعض، لدرجه ان بعض الحالات النفسيه اللي بتيجي ان احنا مثلا يقول ان الابن في عزله او في حاجه، دايما ننصحهم طب اول حاجه حاول تعمل معاه بعض الالعاب او بعض الالعاب الرياضيه وانتوا الاثنين مع بعض، فبالتالي يعمل تقارب بينك وبينه. بالظبط، تقارب وتفاهم طبعا بينهم وبين بعض، لان طبعا الازمه اللي احنا فيها برضو بتخلي التفكير يتغير. طبعا، وتخلي كمان التقارب ده بيعمل حاجه ثانيه، بيعمل حاجه اسمها الثقه بينه وبين اللي هو كانت ممكن تكون منعدمه شويه بين الاولاد وبين الاهل، لا ده هيلاقي بقى ان هم كويسين وبيهزروا معايا وبيلعبوا وينزلوا المستوى، لو هو مراهق او هو في مرحله الشباب، لا ده احنا كلنا بنمارس حاجه واحده مع بعض او بنعمل حاجه واحده مع بعض، ده هيحببه في ان هو يقدر يحكي اثاره بعد كده، يقدر يحكي عن مشاعره، لو واجه مشكله يقدر يحكيها، مع ان في الاول ما كانش بيعمل كده، طبعا سواء ولد او بنت. ديت حاجه مهمه جدا، ان احنا كمان عندنا فرصه يا استاذ شيرين للناس اللي بنشتكي بعد كده ان الزوج مهمل او ان الزوج ما مش متعاون او ان الزوج مثلا مش مقدر تعب زوجته في البيت، عندنا فرصه ذهبيه ان الزوج والاولاد اللي هيطلعوا بعد كده يبقوا هم ازواج المستقبل، ويبقوا الفتيات دول يبقوا زوجات في المستقبل، نقدر ان احنا نمارس الانشطه المنزليه بقياده الام في البيت، ان هي تعلمهم ازاي يمارسوا الانشطه المنزليه، تقسم ادوار عليهم ونعمل كذا، وندخل نغسل الاطباق النهارده، ده عليه غسيل الاطباق، ده عليها دي عليها الاكل، يبقى في مع بعض في تعاون. يبقى في تعاون وفي حب طبعا وفي احترام، لان الحاجات دي لازم تبقى موجوده من الاول اساسا يا دكتور احمد. فعلا حضرتك زي اول المكالمه قلت احنا كنا بنشتكي من عدم وجود الاب، عدم وجود الام في البيت عشان الشغل، فدلوقتي احنا جات لنا الفرصه ان احنا فعلا نشوف الجانب الايجابي في البيت وفي المنزل، وان احنا نستغل أوقات الفراغ دي كلها بحاجات مفيدة. طيب دكتور أحمد، نصيحة لحضرتك لكل مشاهدين اللي بيتفرجوا علينا، وخصوصا في أزمة كورونا، حضرتك تنصحهم بإيه؟ أنصحهم بأن هم يستغلوا الفترة دي يعني على أفضل وقت، أنصحهم بأن احنا نخلي تواجدنا مع بعض في البيت تواجد مسلي، تواجد طريف، نحاول نحد من المشاكل ومن الخلافات، نحاول نضفي على البيت جانب من الترفيه ومن المواد واللعب والتسلية، بيبقى فيه يعني حاجات طيبه بنعملها، فبالتالي نرجع لشكل الاسره اللي احنا بننشدها واللي احنا كنا متضايقين منها بسبب معدلات الطلاق والتفكك الاسري، الحاجات دي كلها عندنا فرصه ان احنا نلم شمل الاسره تاني، وما نخليش بقى تواجدنا مع بعض نقول ده احنا صايعين بالملل والروتين، لا نخلي حياتنا متجدده كل يوم، كل يوم نعمل اربع خمس انشطه هنلاقي يوم خلص وهنلاقي نفسنا مبسوطين، وهنلاقي الخلافات دي زادت مع هذه الامور اللي انا بحكي لحضرتك عليها. ونبص للجانب الايجابي. دايما نبص للجانب الايجابي، ودايما يكون عندنا تفاؤل، وحتى لو الظروف مش مساعدانا لازم فعلا ان احنا نخرج من الازمه دي باقل الخسائر كمان يا دكتور احمد. طبعا بشكرك جدا. طبعا ان شاء الله يا تعدي، وحضرتك يعني كل لازم نقول للجميع ان ان شاء الله هتعدي على خير، وان شاء الله لازم كل يعني ما فيش نقمه الا بيجي بعدها نعمه، يعني مش هتتخيلش ان في حاجه بتفضل طول الوقت، او حتى فتره او كساد بيجي بعدها فتره فوائد، مفيش حاجه بتفضل طول الوقت مستمر، فان شاء الله هتعدي، ولما تعدي نكون استفدنا بيها ونخليها بقى نمط حياه في حياتنا عشان ما نشتكيش بعد كده من التفكك الاسري او بعدين عنه. بالظبط، هو درس لينا كلنا ولازم نستفيد فعلا منه دكتور احمد. طبعا بشكرك دكتور احمد علام خبير العلاقات الاسريه كان معانا على الهاتف. قد ايه طبعا شيء مهم جدا ان احنا نستغل وقت فراغنا، وان احنا نعلم كمان اولادنا ان هم ياخدوا بالهم من الوقت، لان الوقت شيء مهم جدا جدا، ودي فرصه طبعا ان احنا نساعد اولادنا ونساعد نفسنا كمان على ان احنا نقدر ازاي نستفيد من وقت الفراغ
ونستفيد من وقتنا بالرياضه وبكل شيء في حياتنا مهم. وطبعا كوفيد 19 علمنا ان احنا ناخد بالنا من صحتنا، دي اهم حاجه في حياتنا، وان احنا ما نستهترش خالص في صحتنا، لان ما بقاش فيه الدايره عماله تضيق علينا، بقت في حالات مصابه حوالينا كتير. مش عارفه ده نتيجه برضو اهمال، هنرجع ونقول لان انت ما تنزلش الا لما يكون عندك حاجه مهمه جدا او حاجه ضروريه، لازم يكون اجراءات الوقايه اللي احنا بنقول عليها دايما تتبعها وتاخد بالك. لكن الظروف كلها ان شاء الله اللي احنا فيها دي والازمه اللي احنا فيها دي هتعدي على خير ونلاقي لقاح، لان طبعا كل الناس بتبقى في توتر وقلق، لكن انت لما تبص للجانب الايجابي بيبقى شيء مهم جدا. وزي ما قلت لكم ووسائل الاعلام كلها كمان بتقول ان ناخد بالنا كويس جدا من الاجراءات الاحترازيه، ان احنا التباعد الاجتماعي، ان انت تلبس الكمامه معاك على طول، ان انت تغسل ايديك باستمرار لمده 20 ثانيه، وتغسل ايديك لكل ساعه ولمده 20 ثانيه، ده شيء مهم جدا. في ناس كتيره ما بتاخدش بالها وتفضل طول اليوم ما تغسلش ايديها او تحط كحول، لكن ارجع واقول لا، ضروري ان تغسل ايديك كويس جدا، خصوصا في الازمه اللي احنا فيها والظروف اللي احنا فيها، لان غيرت حياتنا وهتغير كمان خريطه العالم والتعامل مع بعض كمان هيتغير. والازمه دايما بتبين المعادن وبتبين دايما الناس على حقيقتها. طبعا يا رب تكون الفقرات النهاردة مشاهدينا عجبتكم، وأهم حاجة نحافظ على نفسنا وعلى أسرتنا ونخلينا في البيت لما نلاقي لقاح، وإن شاء الله خلاص هنلاقي لقاح قريب بإذن الله، لأن الأبحاث والنتائج كلها بتبان والبروتوكول الأدوية كل يوم بيبقى فيه تقدم. أشوفكم على خير مشاهدينا، وأستناكم إن شاء الله يوم الثلاث الساعة 9. أشوفكم على خير، باي باي.